هاري ترومان، من هو هذا الشخص؟ هو رجل فقير جدا وكان مفلسا وهو في عمر 38، ولكن كانت لديه صفة رائعة، الطموح والرغبة الجامحة والالتزام، والتي جعلت منه رئيس أكبر دولة في العالم وهي الولايات المتحدة، وقادها لمدة 8 سنوات. وكانت فترة رئاسته مليئة بالأحداث الرائعة والمهمة والتي تركت أثرا كبيرا على مستوى العالم. لذلك هذه رسالة موجهة إليك أنت الآن، كيف وضعك الآن؟ أنت حتى لو كنت فقير أو مفلس أو مديون ما تقبل بهذا الوضع، والآن بادر بتغييره وعلى الفور، وحاول أن أنت تظهر صفاتك الرائعة والمميزات اللي بداخلك، وأنهض اليوم هذا الشخص الرائع اللي هو أنت. لو عجبك هذا الفيديو ما تنسى الإعجاب ومشاركة هذا الفيديو لغيرك ومتابعة حسابي مع كسر الفران المتخصص في تطوير الأعمال. راسلني لو احتجت إلى مساعدة.